الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من عاصمة الخبر، وإليكم أبرز عناوينها. على هامش قمة المناخ، كاري يكشف عن توجه لاستخدام الغاز المصري في أوروبا. وأمام قمة الآسيان، بايدن يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية في قضايا المناخ والأمن والدفاع ضد التهديدات. تواصل العمليات في أوكرانيا، وروسيا تؤكد أنها لم تستخدم بعد كل إمكاناتها العسكرية. نبدأ نشرتنا من شرم الشيخ المصرية، حيث تعقد القمة العالمية للمناخ COP27. تواصل في مدينة شرم الشيخ المصرية أعمال مؤتمر المناخ COP27 بمشاركة دولية واسعة، وتعقد الفعاليات تحت عنوان يوم التكيف والزراعة، والذي يدور حول القضايا المتعلقة بالتكيف بما في ذلك الزراعة والتغذية وسبل العيش، كما يتناول المشاركون تشكيل الطريق حول إجراءات التكيف والدعم وتجنب خسائر وأضرار البنية التحتية. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري دعم الولايات المتحدة لمشاريع الطاقة في مصر، مشيرا إلى أن هناك توجها لاستخدام الغاز الذي ينتج في مصر واستخدامه في الدول الأوروبية. وشدد كيري في مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ على التزام الولايات المتحدة بتنفيذ التعهدات الخاصة بمواجهة تغير المناخ. والفيزيائيون والذين على قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده عملت مع مصر الدولة المضيفة لCOP27 لتعزيز الطموح المناخي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.
أضاف بلينكين في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة تركز على جعل كوب 27 تستجيب لأولويات واحتياجات القارة الأفريقية، وأشار إلى أن القارة تضم 17 دولة من أصل 20 دولة هي الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، ولفت إلى الإعلان عن المزيد من الاستثمارات الأمريكية للتكيف مع المناخ في أفريقيا، والتي تشمل مضاعفة الالتزام متعدد السنوات بصندوق التكيف وزيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، موضحاً أن هذه الإجراءات تثبت التزام واشنطن بالحلول الاستباقية. نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ مع عدد من الشباب المشارك في قمة المناخ لمختلف الجنسيات مسيرة طلب المشاركون بتحقيق العدالة المناخية في إفريقيا وتقديم التمويل المناسب للقارة السمراء لمواجهة آثار التغيرات المناخية والاهتمام بالدول الإفريقية التي عانت من التغيرات المناخية كثيرة. والآن مشاهدينا لمزيد من التفاصيل ننتقل إلى زميلة دينا زهرة. أهلا دينا. أهلا بك ياسر. أهلا ليندا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة لمزيد من التفاصيل من شرم الشيخ. مباشرة ينضم إلينا موفد القاهرة الإخبارية من هناك همام مجاهد. مرحبا بك همام. إذا تحت عنوان التكيف والزراعة تنعقد معظم جلسات اليوم، إلى أي مدى ترى أنه التوصيات سوف تخرج على مستوى ما يتعلق بالزراعة بالغذاء والتكيف المناخي همام؟ فيما يتعلق بهذا الموضوع المعلن عنه في جدول أعمال اليوم وهو التكيف والزراعة، منذ قليل تم إطلاق مبادرة تعني بهذا الموضوع تحديدا وتسمى الغذاء والمناخ والتحول المستدام. تهدف هذه المبادرة للإسراع في عملية تمويل البرامج والإسهامات المتعلقة بتمويل المبادرات الغذائية والتحول إلى الغذاء الآمن والمستدام. سنتطرق لهذا الموضوع قليلا دينا، لكن من خلفي قبل دقائق قليلة، بما أنكم تحدثتم عن مسيرات مختلفة هنا في شرم الشيخ، كانت هناك أيضا وقفة احتياجية ومسيرة وقفت من خلفي كانت تنادي بإلغاء الديون للدول الأفريقية وربما مبادلة هذه الديون بالدعم والتمويل المقدم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية فيما يتعلق بموضوعات وقضايا أو القضايا المتعلقة بالعمل المناخي بشكل عام. أعود مرة أخرى لما يتعلق بالغذاء، كما تعلمين أو بحسب الأمم المتحدة فإن عدد سكان العالم سوف يصل في عام 2050 إلى أكثر من 9 مليارات نسمة، تحديدا بحسب تقدير الأمم المتحدة 9 مليارات و600 مليون نسمة، وبالتالي 820 جائع حاليا في العالم بحسب تقدير 2021 سوف يزداد بطبيعة الحال. بحسب التقدير العام الماضي فإن شخص من بين 10 أشخاص في العالم يعاني من الجوع، وبالتالي مثل هكذا مبادرات يمكن أن تهدف في المقام الأول إلى أو تستهدف في المقام الأول هؤلاء الذين يعانون من الجوع. إذا لما تحدثنا عن الجوع كما نتحدث عن ظواهر تتعلق بالمناخ وظواهر طبيعية أخرى، فنحن نتحدث بشكل بالأحرى عن القارة الأفريقية التي تعاني الأمرين من كل هذه الظواهر ومن تبعات التغيرات المناخية. نحن هنا في القارة الأفريقية هناك برغم توفر العوامل المساعدة للزراعة وللغذاء وما إلى ذلك، لكن هناك ربما نقص في التكنولوجيا المقدمة إلى القارة الأفريقية. مثل هكذا مبادرات ربما تسهم وتساعد في تحويل هذه الأراضي الزراعية أو الأراضي ربما التي تأثرت كثيرا بالفيضانات والأمطار الغزيرة وما إلى ذلك في القارة الأفريقية في تحويلها إلى أراضي قابلة للزراعة من خلال التكنولوجيا الغربية التكنولوجيات المتقدمة. عندما يتحدثون هنا عن التمويل دينا فإنهم لا يتحدثون فقط عن التمويل المادي، بل أيضا ينسحب ذلك أيضا على التمويل أو على المساعدات التقنية التي تقدم والتكنولوجيا التي تقدم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، وبالتالي فإن مثل هكذا المبادرات يمكن أن تسهم بشكل متكامل في يعني تعزيز قدرة ومرونة الدول والمجتمعات النامية تحديدا في القارة الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية فيما يتعلق تحديدا بنقص الغذاء. هناك أكثر من 1.7 مليار شخص في القارة الأفريقية ربما يعاني مستقبلا من كل هذه الظواهر المتعلقة بتغيرات المناخ. اتساقا مع هذا الموضوع منذ قليل كانت هناك جلسة تحت عنوان حياة كريمة في أفريقيا، وهذه المبادرة المصرية بالأساس والتي ربما انسحبت أو يعني حاولت الدولة المصرية، كانت حاضرة الدكتورة هلا السعيد وزيرة التخطيط المصرية
في هذه الجلسة، وأعلنت أنها سوف تطلق برعاية الدولة المصرية، سوف تطلق هذه المبادرة في القارة الأفريقية بمشاركة ومعاونة جهات تمويلية مختلفة. قالت الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط المصرية أن هذه المبادرة تحتاج إلى قرابة 250 مليار دولار في العام حتى يمكن، وهي جزء أيضا من مبادرات التكيف من التمويل المخصص للتكيف، حتى يمكن تطبيق هذه المبادرة ومبادرات أخرى تتعلق بحياة كريمة في أفريقيا في كل الدول الأفريقية. هم حددوا ربما 30 منطقة أفريقية حتى يبدأوا العمل بها، لكن ربما كما قالت أيضا وزيرة التخطيط المصرية ينقصهم الكثير من التمويل. تحدثت عن أن العام الماضي مثلا تم تحويل وتم استقبال وأسهمت الدول المتقدمة في قرابة 24 مليار دولار فقط في الموضوعات المتعلقة بالتكيف. نحن نتحدث عن أكثر من 250 مليار دولار في العام، بحلول 2030 ربما سوف تصل هذه أو يصل هذه المبالغ إلى أكثر من تريليون دولار تحتاجها القارة الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية. طب بالعودة للنقطة اللي ذكرتها في بداية حديثك همام، المتعلقة بمسيرات انطلقت في شرم الشيخ للمطالبة بالعدالة المناخية، لو تحدثنا بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، إلى أي مدى الشباب المجتمع المدني منخرط في المطالبة بعدالة مناخية، وما أبرز ما يطالبون به؟ كل هذه المبادرات، كل هذه المسيرات تأتي من خلال الشباب والمجتمع المدني، سواء المطالبين بالعدالة المناخية أو ما تسميه الأمم المتحدة بالعدالة المناخية، وتحمل الدول المتقدمة مسؤولياتها فيما يتعلق بتقديم الدعم والعون المادي والتقني إلى الدول النامية، أو بالإضافة أيضا إلى الشباب. في المسيرة التي كانت من خلفي قبل دقائق قليلة، ربما قبل بداية هذه النشرة بخمس دقائق على الأكثر، كانت هناك مسيرة تطالب، وربما هي جديدة من نوعها في هذه المناسبة في مؤتمر كوب 27، ما يتعلق باستبدال الديون الأفريقية بالتمويل اللازم للدول الأفريقية المقدمة من الدول المتقدمة. الأمم المتحدة تمنح، ونحن في البلو زون في المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة، وبالتالي هي التي تسمح وتستضيف ربما هذه أو تدير على الأقل هذه المنطقة، وهي التي يعني تحصل أو المسيرات تحصل على موافقة الأمم المتحدة حتى يمكن أن تقف في هذه المناطق، وبالتالي هي توصل رسالة الأمم المتحدة للقائمين على العمل المناخي في العالم بمبادرات ربما باقتراحات حتى يمكن تعزيز العمل المناخي، حماية القارة الأفريقية بالأحرى من التغيرات المناخية ومن الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ربما التي تعاني منها القارة الأفريقية، والأمنية التي تعاني منها القارة الأفريقية جراء التغيرات المناخية. جدير بالذكر فيما يتعلق بكل هذه التغيرات أو الكوارث الموجودة في العالم بشكل عام تحديدا في القارة الأفريقية، فإن تقرير عالمي صدر في عام 2020 يقول أن 83% من الكوارث الموجودة في العالم تسببت فيها القضايا المتعلقة بالمناخ أو قضايا متعلقة بالطقس. هذه النسبة زادت بنسبة 35% عما كانت عليه قبل 3 عقود، وبالتالي الأمم المتحدة ترى أن هذا المؤتمر هي فرصة سانحة بالنسبة للدول المتقدمة والنامية على السواء من أجل تعزيز العمل المناخي، من أجل وضع حدود أو من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، لا سيما فيما يتعلق بدرجة ونصف مئوية إذا ما تحدثنا عن مستويات ما قبل العصر الصناعي. جدير بالذكر أيضا أن اليوم تم الإعلان عن أن الدولة المستضيفة مصر استقبلت ربما أو وقعت عقود بالأحرى بقيمة 15 مليار دولار فيما يتعلق بالبرامج التي سوف تنفذها الدولة المصرية مستقبلا تحديدا في مجال الطاقة وفي مجال الأمن الغذائي وفي مجال الري وما إلى ذلك. 15 مليار دولار هو ما استطاعت الدولة المصرية بحسب بيان للأمم المتحدة وبالرئاسة المصرية بشكل كامل، رئاسة المؤتمر بشكل عام هي التي ذكرت هذا الرقم وقالت أنها استطاعت أن تحصل على 15 مليار دولار كدعم ومساعدات وتمويل للبرامج المحلية الوطنية. همام مجاهد موفد القاهرة الإخبارية في شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك. الآن عودة لمتابعة ملفات النشرة مع ياسر وليندا، إليكما. شكرا دينا. قال الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 إن مبادرة أسواق الكربون الإفريقية التي تم إطلاقها ستسهم في تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف المناخي. جاء ذلك خلال كلمة محمود محي الدين في جلسات يوم التكيف والزراعة ضمن فعاليات كوب 27. ومنذ 4 أيام كان هناك تقدير كبير لهذا العمل الذي يتم القيام به والمشاركة الخاصة بأربعة من رؤساء الدول في أفريقيا لإطلاق سوق رصيد الكربون مع مبادئ مرتبطة بالعمل في سوق رصيد الكربون والعمل في الغابات والتنوع البيولوجي وكذلك تعظيم إجراءات التخفيف والتكيف والتي تتم من خلال
خلال الهيئة التنظيمية المالية في مصر وزميلي من أفريقيا بيقولوا. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم 850 مليون دولار تبرعات لرابطة الآسيان. وأكد أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة والرابطة آسيان ستتعامل مع أكبر القضايا. اليوم نتخذ خطوة حاسمة أخرى، بدأنا حقبة جديدة في تعاوننا بإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة ورابطة آسيان. معا سنتعامل مع أكبر القضايا في عصرنا، من المناخ إلى الأمن الصحي والدفاع ضد التهديدات الكبيرة للنظام القائم على القواعد والثقة بسيادة القانون. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجلس العسكري في ميانمار إلى العودة إلى طريق التحول الديمقراطي فورا. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، واصفا الوضع في ميانمار بأنه كابوس لا نهاية له. أكرر دعوتي لسلطات ميانمار للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإطلاق عملية شاملة على الفور للعودة إلى التحول الديمقراطي. هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان تعتبر عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك إطلاق صواريخ فوق اليابان، تهديدا واضحا وخطيرا للمجتمع الدولي. وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن كيشيدا دعا إلى التعاون بين الدول من أجل التفكيك الكامل للصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل التي تملكها كوريا الشمالية. كما أشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء الياباني أبلغ نظيره الصيني أنه يأمل في أن تسعى البلدان إلى تأسيس علاقات بناءة ومستقرة. جاء ذلك خلال اجتماع وجيز عقد بينهما على هامش قمة آسيان في كمبوديا. أعرب رئيس كوريا الجنوبية يون سيوكيول عن أمله في إعادة تفعيل آليات التعاون الثلاثي بين بلاده والصين واليابان بوتيرة سريعة. وفي كلمة له أمام قمة آسيان أكد يول أن بلاده ستلعب دورا نشطا كرئيسة لقمة كوريا الجنوبية والصين واليابان هذا العام، وأضاف أنه ستكون هناك نتائج للسلام والازدهار الدوليين إذا استجابت آسيان ودول شرق آسيا الثلاث بشكل مشترك للتحديات، خاصة الأمن الغذائي والطاقة. ونبقى مع هذا الملف، وللمزيد ننتقل الآن مرة أخرى إلى دينا زهرة. شكرا لك ياسر. ومباشرة ينضم إلينا من واشنطن لمزيد من النقاش والتحليل دكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. مرحبا بك دكتور ميخائيل معنا في هذه الفقرة التحليلية. إذن شراكة استراتيجية شاملة تنطلق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين تكتل مجموعة الآسيان، ما الذي يعنيه ذلك؟ كيف ستؤثر على شكل العلاقات الثنائية بين واشنطن وهذا التكتل؟ شكرا على الاستضافة. هي أولا شراكة غير رسمية informal، يعني الرئيس بايدن مش هيوقع ميثاق أو معاهدة مع مجموعة دول جنوب شرق آسيا ويقول أقمنا شراكة استراتيجية. هي يعني نوع من الشراكة التي تقوم
على الثقة المتبادلة، ويعني ليست تحريرية، هي شفوية أكثر ما هي تحريرية. أما عن مدلولاتها فهي طبعا لدعم نفوذ أمريكا في هذه المنطقة من العالم. ثانيا أن أمريكا تنافس الصين والهند وأيضا روسيا التي حصلت على تأييد كبير اقتصاديا وسياسيا من تلك المجموعة. وبالتالي فبايدن يحاول أن يؤكد على مصالح بلاده وأن يعزز فرص أمريكا في دعم علاقاتها مع تلك المجموعة من الدول. على ذكر هذه النقطة المتعلقة بالمنافسة دكتور ميخائيل، كيف تنظر الولايات المتحدة للمنافسة الصينية على هذه المنطقة؟ يعني هل هي تستخدم ورقة الشراكة الاستراتيجية لتقابل الوجود الصيني في هذه المنطقة؟ وهل مطلوب من المنطقة الآن أن تنحاز بشكل واضح لأي من الجهتين، واشنطن أو بكين، في ظل استقطاب شديد بينهما الآن؟ حبدأ إجابتي بالشق الثاني اللي حضرتك ذكرتيه، هل هناك انحياز من مجموعة جنوب دول جنوب شرق آسيا لأي طرف سواء أمريكا أو روسيا أو الصين؟ لا، في دول ما زالت نامية، ليست لديها يعني الرغبة في أن تعادي أمريكا على حساب الصين أو العكس، فلا إعلان رسمي من تلك الدول بأنها مثلا تثمن الصين أكثر من أمريكا أو العكس. هم يحاولون أن يعني يزيدون من نفوذهم عن طريق معرفة ما يمكن أن تقدمه أمريكا، ما يمكن أن تقدمه الصين، ما يمكن أن تقدمه الهند، ما يمكن أن تقدمه روسيا لمصلحتهم. أما بالنسبة للمنافسة مع الصين، أمريكا هو في الحقيقة كل الدول تعرف أن هناك دول في هذه المجموعة كارهة للصين تاريخيا، وبالذات أندونيسيا وفيتنام. يعني في حرب قامت ما بين الصين وفيتنام في سنة 1979، فأمريكا تحاول استغلال العداء التاريخي من قبل أندونيسيا، من قبل فيتنام، من قبل حتى ماليزيا وسنغافورة، لأن الأقلية الصينية ينظر بها على أنها الصفوة التي تتحكم في الاقتصاد، التي تملك كل شيء، وتحاول إضعاف وجود الصين. لكن يمكن قول ذاته على الطرف الآخر دكتور ميخائيل، يعني محاولة أيضا استحضار الكراهية للأمريكان بسبب الحرب في فيتنام، يعني كانت حرب شرسة. طبعا هي كانت حرب شرسة بس اكتشفت بسرعة. لكن القضية إن هناك مثلا لما الاضطرابات اللي حصلت في أندونيسيا في منتصف الستينيات كانت موجة عداء ضد الصينيين اللي عايشين هناك، يعني دي حاجة معروفة. ولو أمريكا تجد أن دول يعني أندونيسيا عملاق، فيتنام دولة كبيرة، لو تجد أن تلك الدول فيها مازال تردد في العلاقة مع الصين، ترى أمريكا أن هذا في مصلحتها ولن تبذل مجهود كبير لدعمه، لأنه هو شعور موجود من قبل. طيب على الطرف الآخر، يعني الطرف الروسي أو الطرف الصيني، يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل ما هي متفوقة فيه دائما ومعتادة عليه دائما، وهو محاولة التأثير في هذه الدول، الضغط عليها والتدخل حتى في شؤونها الداخلية، يعني التصرفات أمريكية بحتة كما يقول طبعا الطرف الآخر. وتأتي هذه الاستراتيجية، الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ما هي إلا أداة جديدة لتفعل أمريكا هذا الضغط وهذا التأثير. ما رأيك دكتور ميخائيل؟ هو طبعا أمريكا بتحاول تمد نفوذها في هذه المنطقة، لكن أيضا يجب الأخذ في الاعتبار قضيتان هامتان. أمريكا أيضا تحاول تهدئة تلك المنطقة، ما تبقاش منطقة مشاكل، لأن أمريكا تتوقع مشكلتان. أولا في شرق آسيا، لو كوريا الشمالية أصرت على إجراء تجارب على أسلحة متقدمة زي الصواريخ، فطبعا ده هيوتر، يعني هيسبب نوع من التوتر في شرق اسيا، ربما ايضا يكون هناك تصاعد في الخلافات ما بين الصين وتايوان. فامريكا تريد ابقاء يعني الحجره الخلفيه او الباك يارد بتاع الحديقه الخلفيه جنوب شرق اسيا في وضع مستقر، علشان تشوف اذا كان في اي مشكله هتحصل مع تايوان والصين او ما بين الكوريتين. الامر الاخر ايضا في المحتوى الاسيوي، إن أمريكا لها مشاكل كبيرة مع إيران، إيران ممكن جدا تعلن عن امتلاكها لسلاح نووي،
ولا اعتقد في ظل إدارة تواجه مجلس نواب يسود الجمهوريين هيبقى في تجديد لدعاوي عقد اتفاق ما بين امريكا وايران حول برنامج ايران النووي. فلو امريكا هدت جزء من شرق اسيا، جنوب شرق اسيا، ممكن تتعامل مع ايران وغرب اسيا بطريقه افضل وبطريقه يعني فيها تركيز. دكتور نبيل ميخائيل، استاذ العلوم السياسيه في جامعه جورج واشنطن، شكرا جزيلا لك. الان اعود مره اخرى للزميلين ياسر وليندا لاستكمال ملفات النشره. شكرا دينا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. إقبال كثيف بالانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، والسلطات تؤكد عدم تسجيل خروقات. والآن نتحول إلى تطورات الأزمة الأوكرانية. Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь ні, то діяти потрібно. Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن بلاده لم تستخدم كل ما لديها من أسلحة في عملياتها العسكرية بأوكرانيا. وأضاف المسؤول الروسي أن موسكو تقاتل الناتو والغرب بمفردها ومستمرة في معركتها للحفاظ على سيادة أراضيها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية أوكرانية من طراز MI-8 في زابوريجيا وإسقاط 6 طائرات بدون طيار. كما أشارت الدفاع الروسية إلى تدمير مخزن ذخيرة للقوات الأوكرانية في زابوريجيا وخاركييف، فضلا عن مقتل أكثر من 190 عسكري أوكراني خلال الساعات الماضية. أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن القتال ضد القوات الروسية مستمر، وذلك بعد نجاح بلاده في استعادة مدينة خيرسون. وفي تصريحات له على هامش قمة أسيان، دعا كوليبا رابطة أسيان إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان عدم لجوء موسكو إلى ما وصفه بأسلوب التجويع فيما يتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية. أدعو جميع أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع روسيا من ممارسة سياسة التجويع مع العالم. يجب إعفاء ممر الحبوب من الصراع، ومهما حدث في ساحة المعركة لا ينبغي لروسيا أن تستخدم هذا الممر كوسيلة ابتزاز في العلاقات الدولية. أشاد البيت الأبيض بما وصفه بأنه نصر استثنائي لأوكرانيا بعد استعادتها مدينة خيرسون عقب إعلان القوات الروسية انسحابها من المدينة. واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سالفن أن انسحاب القوات الروسية ستكون له تداعيات استراتيجية أوسع، وأشار إلى أن ذلك يشمل التخفيف من حدة التهديد الذي تشكله روسيا على المدى الطويل على مدن أخرى في جنوب أوكرانيا منها أوديسا. ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن انسحاب القوات الروسية من مقاطعة خرسون يعد اعترافا علنيا بالصعوبات التي يواجهها الجيش الروسي. وأضافت الدفاع البريطانية أنه من المرجح أن روسيا لا تزال تحاول إجلاء قوات من مناطق أخرى في المقاطعة عبر نهر دنيبرو.
وأوضحت أن القوات الروسية ستتخذ مواقع دفاعية على الضفة الشرقية، مرجحة أن أوكرانيا استعادت مناطق واسعة في مقاطعة خرسون على الضفة الغربية للنهر. والآن مزيد من التفاصيل مع الزميلة دينا زهرة. شكرا ليندا، شكرا ياسر. ومشاهدينا، لمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الروسية الأوكرانية ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. مرحبا بك حسين. على الجانب الروسي ما زال يتردد أن خرسون هي جزء من روسيا، خرسون أيضا وعاصمتها. كيف نفهم مثل هكذا تصريح بعد الانسحاب الأخير من انسحاب موسكو الأخير من خرسون؟ نعم، أكدت القيادة السياسية يوم أمس على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أن مقاطعة خرسون كالمقاطعات الثلاثة التي ضمت مؤخرا إلى الأراضي الروسية هي جزء لا يتجزأ من روسيا، وأن الانسحاب التكتيكي الذي قام به الجيش الروسي لا يغير الواقع. والجيش الروسي من خلال هذا الانسحاب فأدى إلى أو كان يهدف إلى حماية أفراد القوات الروسية بالإضافة إلى حماية المدنيين، نظرا إلى التخوف الروسي من أن يقدم الجيش الأوكراني وتحديدا العناصر المتشددة في الجيش الأوكراني والمقاتلين الأجانب الذين تصفهم موسكو على أنهم مرتزقة من أن يقدموا على تفجير سد كاخوفسكايا، حيث أن هذا التفجير سيؤدي إلى خطر على المدنيين وعلى أفراد الجيش الروسي وبطبيعة الأمر على أيضا على أفراد الجيش الأوكراني. منذ قليل تحدث نائب رئيس مجلس الأمن الفيدرالي الروسي ديمتري ميدفيديف على أن موسكو لم تستخدم ترسناتها العسكرية حتى هذه الساعة وأن كل شيء في وقته، وأيضا أشار ميدفيديف إلى أن روسيا هي من ترسم العالم الجديد وأن موسكو تواجه الغرب وحلف الناتو لوحدها. اسمح لي بس أود التوقف أمام النقطة التي ذكرتها وهي تخوف روسيا من أن تفجر القوات الأوكرانية هذا الجسر. هل يعني ذلك أن من وجهة النظر الروسية بالطبع أن السلاح الغربي الذي يقدم إلى أوكرانيا أصبح الآن يلعب دورا في إخافة روسيا؟ بطبيعة الحال، وهذا الأمر ليس منذ الآن بل من الأشهر الأولى للعملية العسكرية، موسكو تحدثت عن أن السلاح الغربي وتحديدا السلاح الأمريكي يلعب دورا هاما في المعركة ضد القوات الروسية، حيث أصاب هذا السلاح التباطؤ أو أصاب العملية الروسية ببعض التباطؤ، كما أيضا بعض الأسلحة التي قدمت إلى القوات الأوكرانية تستهدف مناطق بعيدة المدى، حيث أن صواريخ هيمرس الأمريكية تصل مداها نحو 80 كيلومتر، هكذا يتحدث الخبراء، وأن هذه الصواريخ يستخدمها الجيش الأوكراني في استهداف المباني السكنية بالإضافة إلى مراكز القوات الروسية في بعض المناطق على سبيل المثال في دونيتسك وأيضا على محور لوغانسك، حيث وزارة الدفاع الروسية تتحدث في الإجازات الصحفية لها على لسان اللواء إيغور كوناشينكوف عن تحييد حوالي 300 مقاتلا أوكرانيا كل يوم على جبهة لوغانسك وتحديدا على جبهة كراسني ليمان، حيث تحاول القوات الأوكرانية التقدم من كراسني ليمان لاختراق جبهة لوغانسك. فبعد السيطرة الروسية الكاملة على إقليم لوغانسك أو على مقاطعة لوغانسك تعمل القوات الأوكرانية على التقدم نحو هذا هذه إذا كان الأمر كذلك حسين، لكن هل يعني ذلك أن عملية الانسحاب التي حدثت في خرسون يمكن أن تتكرر في مناطق أخرى؟ حتى هذه الساعة يستبعد الخبراء هنا والمراقبون هذه الخطوة نظرا إلى الوصول قوات الاحتياط الذين تم استدعائهم من بسبب قرار التعبئة الجزئية، كما أيضا بعض الأسلحة بدأت تستخدم في العملية العسكرية. هذه الأسلحة
لم تستخدم من قبل، والتحذير الذي أطلقه ميدفيديف منذ قليل هو دليل على أن القوات الروسية بطبيعة الحال ستتخذ خطوات مختلفة تماما عن الخطوات التي كانت تستخدمها من قبل، بالرغم من التجديد الروسي على أن موسكو تحاول وتعمل على تجنيب المدنيين أي ضربات وأي قصف، كما أيضا تعمل على حماية أرواح جنودها، وتحمل موسكو الاتهامات إلى الجانب الأوكراني بأنه غير آبه بحياة المقاتلين الأوكران والمدنيين في المناطق التي تدور فيها القتال. حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، شكرا جزيلا لك. الآن عودة إلى ياسر وليندا لاستكمال باقي ملفات النشرة، إليكما. شكرا دينا. تطالب شركة يونيبير الألمانية للغاز بتعويض عن فشل شركة غاز بروم الروسية بتوصيل الغاز لها عن طريق مشروع نورد ستريم المتوقف عن العمل. وقال متحدث باسم الشركة أنها خسرت حوالي 40 مليار يورو، مشيرا إلى أنها تعد ملفا قانونيا للتوجه إلى التحكيم الدولي والحصول على تعويض بسبب مواجهة أكبر مستورد للغاز في ألمانيا صعوبات اقتصادية مع توقف شحنات الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1. هنا من أقصى شمال ألمانيا على بحر البلطيق، حيث مقر شركة نورد ستريم الألمانية التي تستقبل الغاز من الأراضي الروسية. هنا في الخلفية ده مقر شركة نورد ستريم التي كانت من المفترض أنها تستقبل الغاز من الأراضي الروسية إلى ألمانيا بواقع أكثر من 550 مليار متر مكعب من الغاز بشكل سنوي. الحقيقة مشروع نورد ستريم سواء واحد أو اثنين تم توقف العمل بهم بشكل كامل، ولم تعد ألمانيا تستقبل أي كميات من الغاز عن طريق هذه المشاريع عن طريق الأراضي الروسية أو شركة نورد ستريم الروسية. شركة مشروع نورد ستريم واحد الحقيقة تم توقف العمل به بشكل كامل بعد أعلان الجانب الروسي أن هناك أعطال أصابت هذا المشروع تحديدا في شهر سبتمبر الماضي، ومن المفترض أن هناك عمليات إصلاح تجري في هذا الأمر. أما مشروع نورد ستريم 2، وبالمناسبة النبيبة الخاصة بهذا المشروع تحديدا يعني تمشي في هذه المياه بشكل كامل حتى في مياه بحر البلطيق حتى تصل إلى الأراضي الروسية. مشروع نورد ستريم 2 أمر المستشار الألماني أولاف شولز بضرورة توقف العمل بهذا المشروع الذي لم يعمل من الأساس، مشروع نورد ستريم 2 لضخ الغاز من الأراضي الروسية للأراضي الألمانية. الحقيقة الأزمة الأخيرة التي حدثت في هذه المياه تحديدا مياه بحر البلطيق هو أن هناك أكثر من 220 ألف طن من غاز الميثان تم تسريبهم في هذه المياه تحديدا عن طريق صور الأقمار الصناعية التي وصلت إلى الأراضي الألمانية هنا، والحكومة الدنماركية والحكومة السعودية نتيجة عملية التخريب التي تمت في مشروع نورد ستريم 1 قبل أسابيع قليلة بعد أن قامت جهات غير معروفة حتى الآن للسلطات الألمانية والسلطات الدنماركية والسعودية بحكم أن مشروع نورد ستريم يمر بالمياه الإقليمية لهذه الدول لم غير المعروف حتى هذه اللحظة من الذي قام بعملية التخريب في هذه الأنابيب. ولكن المعلومات الأخيرة التي خرجت عن طريق التقرير الذي وصل الحكومة الألمانية من الشركة السويدية والدنماركية التي قامت ببحث الأمر وأرسلت غواصين وسفينة متخصصة في بحث هذا الأمر في هذه المياه مياه بحر البلطيق، قالت أن هناك أعطال على مسافة 250 متر أصابت مشروع نورد ستريم 1، وأن هناك عبوات متفجرة بالفعل تمت في هذا الأمر، وبالتأكيد أن هناك عملية تخريب. حقيقة ثلاثة دول ألمانيا والسويد والدنمارك اقتنع بشكل كامل حسب التقرير الأخير الذي نشر أيضا هنا بأن هناك عمليات تخريب تمت في مشروع نورد ستريم 1، وأنه من المستحيل عودة العمل بهذا المشروع إلا بعد عمليات إصلاح ستتكلف وقتا طويلا وأمطارا وأموالا طائلة. الحقيقة يعني قبل نصف ساعة من الآن كنت أتكلم مع أحد العمال في هذا المشروع، وبالطبع هم رفضوا الزور أمام شاشة التلفزيون، أن من المفترض أن مشروع نورد ستريم والأنابيب الموجودة في هذه المياه هي محمية حماية كاملة بتكنولوجيا عالية الدقة ومستخدم فيها مواد عالية الدقة بشكل كبير ضد أي أعطال ربما تحدث في المستقبل. ولكن المفاجأة حصلت وحصلت عملية تخريب في هذا المشروع، ومن غير المعروف حتى هذه اللحظة من الذي قام بهذا الأمر. ولكن يعني المعلومات التي خرجت خلال الساعات القليلة الماضية أن شركة يونيبير الألمانية التي تبيع الغاز للمواطنين الألمان يعني هي لديها حصة تقدر بنسبة 15% من مشروع نورد ستريم. هذه الشركة سوف تقوم بمقاضاة شركة نورد ستريم الروسية للحصول منها على تعويض نتيجة عدم
قيام هذه الشركة بضخ غاز كافي لشركة يونيبير الألمانية، وبالتالي شركة يونيبير الألمانية لديها مشاكل كبيرة ومنيت بخسائر كبيرة خلال الأسابيع الماضية نتيجة عدم ضخ غاز من الأراضي الروسية الأراضي الألمانية. حقيقة بشكل غير مباشر ربما شركة يونيبير الألمانية تلقي بالتهمة على الأراضي على الحكومة الروسية وشركة نورد ستريم الروسية هي التي قامت بتخريب هذا المشروع، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات هنا في ألمانيا وحتى في السويد أو في الدنمارك جاءت من السلطات هناك من الذي يقف وراء تخريب مشروع نورد ستريم واحد حتى هذه اللحظة، ولكن حسب التقديرات حتى الآن من الصعب العمل بهذه المشروع في المستقبل مرة أخرى نتيجة الخسائر الكبيرة التي منيت بها هذه الأنابيب التي تمر بهذه المياه. وحتى في اللحظة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي الدنمارك على بعد يعني كيلومترات قليلة من هذا المكان، المكان الذي تمت فيه عملية التخريب على مسافة 250 متر. ألمانيا الآن يعني تستقبل كميات من الغاز كافية جدا أكثر من 40% من احتياجاتها من الجانب النرويجي عن طريق الغاز المسال الذي يأتي هنا في الميناء على بعد ربما 10 أمتار مني، تأتي السفن المحملة بالغاز المسال إلى هنا إلى ألمانيا. ومن المفترض أن المستشار الألماني أولاف شولز، الحقيقة دي معلومة غاية في الأهمية، يعني عرض على حكومة الدنمارك وحكومة السويد أن تقوم القوات البحرية الألمانية السفن الخاصة بالقوات البحرية الألمانية والطائرات الخاصة بالقوات البحرية الألمانية بتأمين البنية التحتية للطاقة في بحر البلطيق هنا في المستقبل حتى لا توجد حتى منعا لحدوث أي عمليات تخريب في مشروع نور في أي مشاريع سواء مشروع نورد ستريم في المستقبل إذا تم استخدامه في ضخ الغاز من الأراضي النرويجية إلى هنا إلى ألمانيا أو أي مشروع أي مشاريع خاصة بالبنية التحتية سواء بألمانيا أو بالدنمارك أو بالسويد أو حتى بأيرلندا. ومن المفترض أن ترد هذه الحكومات على الحكومة الألمانية في القريب العاجل. نتحول في جولتنا إلى ملف الانتخابات النيابية والبلدية، حيث أكد وزير العدل البحريني نواف بن محمد المعاودة أن الانتخابات النيابية والبلدية في البلاد تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين. وأكد المسؤول البحريني أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات انتخابية سواء في إجراءات الاقتراع أو على مستوى الدعاية الانتخابية للمترشحين في الدوائر الانتخابية ومحيطها، معربا عن ثقته في نجاح الاستحقاق الديمقراطي في مملكة البحرين. في غضون ذلك دعا وزير العدل البحريني نواف بن محمد المعاودة المواطنين إلى عدم الالتفات لأي شائعات أو أخبار أو رسائل مفبركة ومزيفة بهدف التأثير على سير العملية الانتخابية، ودعا المعاودة الناخبين للمشاركة الفعالة في عملية الاقتراع. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة تعكف على إنشاء مركز إقليمي لتطوير خفض الانبعاثات،
وأضاف الوزير خلال لجنة نقاشية بخصوص مبادرة السعودية الخضراء على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 في مصر أن السعودية ستستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2023. من جانبه قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن المملكة تسعى إلى تحقيق الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060 لتصبح في الوقت نفسه رائدة على مستوى العالم في سوق الطاقة المتجددة. وأكد الخريف خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 على الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في دعم التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. قررت بورصة لندن للمعادن عدم فرض أي حظر على الشحنات الجديدة من المعادن الروسية. كانت أسعار المعادن ارتفعت خاصة الألومنيوم في الأسابيع الأخيرة مدفوعة بتوقع اتخاذ إجراء ضد المعادن الروسية من جانب بورصة لندن للمعادن أو الحكومة الأمريكية التي تدرس عدة خيارات من بينها فرض عقوبات أو رسوم. انتهت نشرتنا وليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. على هامش قمة المناخ كاري يكشف عن توجه لاستخدام الغاز المصري في أوروبا. وأمام قمة الآسيان بايدن يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية في قضايا المناخ والأمن والدفاع ضد التهديدات. تواصل العمليات في أوكرانيا وروسيا تؤكد أنها لم تستخدم بعد كل إمكاناتها العسكرية. انتهت نشرتنا. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب. بإمكانكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11747 رأسي. في أمان الله وإلى اللقاء.